صباح الهنا مرة كمان على حضراتكم جميعا. دلوقتي جه توقيت أو وقت تحديدا يعني أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة، ومراسلتنا سالة حامد هتكون موجودة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتقول لنا بقى إيه الجديد والأجواء هناك عاملة إزاي. يا سالة بونجور، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، ويمكن زي ما أنت قلت يا نهاوند يعني كلنا متواجدين طبعا حاليا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان ننقل لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. ويمكن خلينا نبتدي معاكم بأخبار الفريق الأول لكرة القدم. ويمكن لتاني يوم النهاردة الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية طبعا على ملعب مختار التتش. يمكن الفريق بكره ان شاء الله هيرجع للتدريبات الجماعيه استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله، واللي هتكون يعني ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم، واللي هتكون امام نادي المصري يوم الخميس المقبل في تمام الساعه 7 مساء على استاد الاهلي والسلام. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى، ويمكن ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده الفريق هيختم استعداداته يا نهاوند وكريم لمباراه غد ان شاء الله. النهارده التمرين هيكون من الساعه 4 للساعه 6، ويمكن زي ما انا قلت اخر الاستعدادات النهارده لمباراه غد مباراه سموحه، ودي اللي هتكون ايضا يعني على نفس الصاله صاله الامير عبد الله الفيصل، وتقام في تمام الساعه 6 مساء. كمان سيدات كره السله النهارده ان شاء الله عندهم مباراه مهمه في اطار الجوله الثالثه من بطوله الدوري السوبر لكره السله سيدات. النهارده ان شاء الله نادي الاهلي عنده مواجهه مع نادي الزمالك في تمام الساعه 6 مساء على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي. ويمكن كمان خليني اقول لكل جماهير النادي الاهلي يا كريم ويا نهاوند انه المباراه النهارده ان شاء الله هتذاع يعني بشكل حصري ومباشر على قناه لنادي الأهلي، وكمان قبل المباراة هيكون في استوديو تحليلي من الساعة 5 للساعة 6. كمان يعني خليني اقول لكم انه امبارح سيدات كره اليد فازوا او يعني عفوا تعادلوا مع نادي سبورتنج بنتيجه 21-21 تعادل ايجابي، ويمكن ده كان في ختام المرحله الاولى من بطوله الدوري العمومي لكره اليد سيدات، وكده بشكل رسمي يعني تاهل النادي الاهلي معاه خمس فرق كمان في بطوله الدوري للمرحله الثانيه من بطوله الدوري بنظام الذهاب والاياب الفتره القادمه. ويمكن تاهل النادي الاهلي معاه كمان نادي الشمس وسبورتنج الطيران وسموحه ونادي الزمالك. والنهارده ان شاء الله يعني لاعبات النادي الاهلي هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيرجعوا بكره للتدريبات الجماعيه عشان عندهم يوم الثلاث مباراه مهمه مع نادي الزهور، ودي هتكون ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم انه الماسترز او رجال كره الطايره امبارح يعني او بالنسبه عامه لقطاع كره الطايره كان اليوم امبارح مليء بالانتصارات. يعني رجال كره الطايره فازوا امبارح على نادي سموحه بنتيجه 3-1، والنهارده ان شاء الله يعني بدون راحه الفريق هيواصل لتدريباته. النهارده ان شاء الله التدريب هيكون الساعه 6 وبكره التدريب هيكون الساعه 8، وبعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه نادي الزمالك واللي هتكون يوم الثلاث المقبل ايضا في تمام الساعه 8 مساء، وهتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. سيدات الطايره كمان امبارح تاهلوا بشكل رسمي للمرحله السيمي فاينل او النصف النهائي من بطوله كاس السوبر المصري للكره الطايره بعد ما فازوا على نادي سبورتنج في مباراه يعني صعبه على الفرقتين بنتيجه 3-2، ثلاث اشواط مقابل يعني شوطين. ويمكن يعني شهد اللقاء في اول او في بدايه اللقاء يعني تاخر سيدات او ملكات الكره الطايره، يعني في البدايه كانت النتيجه لصالح نادي سبورتنج ب 26-24، وبعد كده رجعوا يعني سيدات الكره الطايره بشكل قوي وقدروا ان هم يفوزوا على نادي سبورتنج وتاهلوا بالعلامه الكامله للسيمي فاينل. يمكن فازوا في كمان المباريات اللي فاتت على نادي الصيد ونادي سبورتنج، وكده الاول هيلاعب الرابع في السيمي فاينل، عشان كده النادي الاهلي هيلاعب نادي وادي دجله اللي احتل يعني المرتبه الرابعه في ترتيب الفرق في بطوله الدوري او كاس السوبر المصري. وان شاء الله يعني يوم الجمعه المقبل هتكون مباراه السيمي فاينل، ونادي الاهلي هيواجه فيها نادي وادي دجله ونادي الصيد هيواجه نادي سبورتنج في المباراه الثانيه، واللي هيفوز طبعا في المباراتين هيتاهل للدور النهائي، وده هيكون يعني يوم 14 يوم السبت المقبل. وبرده كل المباريات دي هتقام على نفس الصاله صاله نادي المقاولين العرب طبعا اللي هتكون في مدينه نصر. يمكن دي نهاوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي نهاوند لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو. لا تغطية أكيد أكثر من رائعة، وبنتمنى التوفيق النهاردة ليعني فتيات الأهلي في المباراة اللي هتكون بين الأهلي والزمالك، وأعتقد كلنا هنتابعها طبعا، وفي ناس كتيرة كمان هتكون حاضرة. كل التوفيق لفرقتنا بإذن الله.